هنعمل مع بعض النهاردة بقى مربة الجزر بعصير البرتقال ومخلل الجزر بالفلفل. النهاردة بقى حاجة جميلة جدا، الجزر. هنعمل مربة الجزر وهنخلي الجزر. احنا في موسم الجزر بقى، والجزر كتير جدا وسعره جميل وبسيط وسعره رخيص جدا وحلو جدا ونضيف. جزر الشتاء بقى جميل. هتجيب الجزر معانا بقى المقادير، هجيب 4 كوبايات سكر، الكوباية اللي هي المعيارية بتاعت الشاي دي 4 كوبايات، وهجيب برتقال وابشر، اخد بشر البرتقال 3 4 برتقالات وتبشريهم وتعصريهم، واخد منهم كوبايه العصير دي، معلهاش اي ميه ولا اي اضافات ولا حاجه، عصير البرتقال. وبشرت البرتقال اهو، خدت البشر بتاعه، معايا عود قرنفل، عود قرفه، 3 4 5 فصوص قرنفل وليمونه. هنجيب المبشره، انا جت على الجزره وغسلتها وجردتها كده السكينة وغسلتها، هنجيب المبشرة بقى ونبشر الجزر. لو عايزة تقطعي قطع برضو ده عادي اختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى المبشرة اهي ونبشر الجزر، نبشره كله. بشرت الجزر اهوت، ده كيلو ونص جزر، وده قلنا السكر 4 كوبايات سكر، يعني حوالي كيلو الا ربع سكر، يعني الكيلو الجزر ياخد نص كيلو سكر. والسكر طبعا حسب الرغبه، لو عايزه تزودي زودي. بشر البرتقال ده هنخليه للاخر، هو عصير البرتقال. هنبتدي بقى دلوقتي نحط الجزر. بسم الله الرحمن الرحيم. على النار كده اهو، هنحط الجزر في الحلة على النار، موز، ننزل بقى الجزر المبشور اهوت مع السكر، مع السكر اهو والجزر. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب السكر والجزر من غير ميه ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بكوباية العصير البرتقال. أو تنقعيها قبلها 3 4 5 6 ساعات. شريط تنقعيه، فهو هيجيب ميه، هيجيب ميه لوحده، ميه اللي بالجزر، جزر طري جميل الايام دي، جميل. في فيتامين ألف وب مفيد، بيحسن النظر. هنحاول نستغله في الموسم بتاعه، ونستغله بسيط وحلو موجود بكتر. هغطيها بقى، ولما تغلي هوطي لها النار، هجيب منها فيها بقى ميه، الميه اللي هتبقى فيها دي هتسوي الجزر. هنخلل بقى مع بعض الجزر على ما المربى تستوي معايا انا على النار. المربى طبعا هتاخد وقت. انا جبت الجزر اهوت وغسلته وقطعته وجربته برده وغسلته كويس،
وقطعته قطع او زي ما تقطعيه الطريقه اللي تقطع اللي تريح، ومعايا معلقه هريسه شطه، ومعايا معلقه حبه البركه، واقلبهم في المحلول الملح ده اللي هي كل كوبايه اللي هي بتاعت الشاي دي عليها معلقه كبيره ملح، ملح برضه حسب ايه الرغبه، اذا عايزه تزودي ملح فاهم، بعد 3 4 ايام هتفتحي عليه تشوفي لو عايز ملح حطيله بقى مظبوط. خلاص انا قلبت في الملح في الميه والشطه والهريسه الشطه وحبه البركه، قلبتهم في المحلول الملح في الميه، وملح ميه نظيفه اهي مفلتره او ميه مغليه وتسيبها لما تبرد، وجبت فلفل وقطعته قطع وواحده شطه وفلفل، فلفل عادي فلفل اخضر فلفل احمر انت عايزه حسب الاختيار اللي انت عايزه تحطيه. هنحط بقى الجزر وبرطمان، غسلته ونضفته، حط الجزر حط فلفل حلو، الجزر ده بيبقى طعمه جميل. رش عليه شويه ملح عشان يدبل شويه عشان اعرف اعبيه في البطرمان، ما ترش عليه شويه ملح بيدبل معاك تعرفي تعبي، تعرفي تحطيه في البرطمان وتضغطيه ما ياخدش منك مساحه كبيره. ابتدي بقى احط عليه الملح، محلول الملح اهو، الشطه، الفلفل، هرسه الشطه اهو، حبه البركه بالملح، هبتدي اضيفه على المخلل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، طعمه جميل ريحته جميل. هحط شوية خل، حوالي معلقة خل كده، معلقة كبيرة خل، بس عايزة تحطي فلفل برضه ده اختياري، عايزة تعملي جزر من غير فلفل حطي جزر من غير فلفل، بس الفلفل بيدي لهم طعم وريحة جميلة. برضه معلقة خل، معلقة كبيرة خل، عرضية الحل اللي عرايسنا الجداد بقى اللي لسه بيتعلمها
بصي تفضلي تقلبيها هي بعد ما تغلي وشربت انا ما هتطلعش ميه خالص. مربى اهي لونها جميل، الله لونها شكله جميل. حطيت بس العود القرفه وثلاث اربع فصوص عيدان قرنفل بيديها ريحه حلوه، وده اختياري برضه عايزه تحطوهم. انا هحط بقى بشر البرتقال الاخر خالص قبل ما معلقه بشر برتقال الاخر خالص، وانزل بعصير الليمون، هو ده اللي هيربط لي المربى ببعضها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عصير الليمون الله، الريحة طالعة جميلة الله. هي كده استوت خالص اهي، تفضلي تقلبيها على طول ما تسيبهاش عشان ما تلسعش في الحل. هو الليمون ده بقى هيربطها دلوقتي، هيخلي شوية السكر اللي في قلبها ده هما هيشربوا، هتشربهم دلوقتي تدخل دلوقتي كده. الله على الريحة جميلة كده، البيتي برضه بتبقى ريحتها جميلة ونظيفة. عصير الليمون آخر حاجة هي الليمون عشان تربط معانا، ربطت معايا وقتي قلتها وبقت جميلة ولونها جميل. شايفين لونها عامل ازاي؟ هي كده استوت ودخل وخلاص بقى جاهزة للتقديم. هنجيب البرطمانات الإزاز ونعقمها في مية مغلية، نحطها في مية مغلية لما تاخد غلوة في الميه، نشيلها ونسيبها لما تنشف خالص برطمانات الازاز والبغضيان، وبعدين نعبي فيها المربى. انا بقى دلوقتي عشان هي لسه سخنه هوريكم هطفي بقى النار كده خلاص، بوظت معايا بقى التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. هوريها لكم بقى في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله شكلها جميل ولونها جميل. الله لو عايزه برضه تتقلها اكتر من كده هتجيبي معلقه نشا وتضربها في ربع كوبايه ميه وتدفعها لي، بس انا بحبها تبقى فيها صوص كده، بحبها تبقى سايله شويه كده. الله الله الريحه والطعم. لما تبرد كمان هتتقل اكتر معايا كده. جميلة الله ريحتها جميلة. تفضلوا بقى بالهنا والشفا. والجزر اهو، مخلل الجزر اهو، مخلل بتاع الجزر، مخلل الجزر.